بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفقاء النبي في الجنة، اللهم اجعلنا منهم. مين سعيد الحظ اللي هيفوز معانا النهاردة بصحبة النبي في الجنة؟ سعيد الحظ النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليه في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. سعيد الحظ هو أكتر واحد فينا بيصلي على النبي، أولى الناس بي قربا، أولى الناس بي صحبة، أولى الناس بي رفقة، أولى الناس بي شفاعة، أكثرهم علي صلاة. سبحانك سبحانك يا رب، لم تطلب منا أن نصلي عليه إلا بعد أن أخبرتنا أنك تصلي عليه والملائكة يصلون عليه، حتى لا يتوهم أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى صلاتنا، فصلاة الله عليه أغنته عن صلاة المصلين عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. هو معقولة في مسلم ينسى الصلاة على النبي وهو سبب إسلامه؟ كيف لا نصلي على من صلى عليه ربه؟ كيف لا نصلي على من صلت عليه الملائكة؟ كيف لا نصلي على نبي الرحمة، رسول الإنسانية، البشير النذير؟ كيف لا نصلي على أحب خلق الله إلى الله وأتقاهم لله وأخشاهم لله؟ من أحسن إلينا كإحسانه؟ من هدانا بهديه وبيانه؟ كيف لا نصلي على من يقول: كل نبي كان له دعوة دعا بها، إلا أنا ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا من لا تصلي على النبي، أنت اللي محروم، محروم من كل خير. قال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. وقال جبريل: رغم أنف امرئ من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت آمين. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة علي فقد أخطأ طريق الجنة. لو ما فيش وعود وأجر ومكافأة من ربنا على الصلاة على النبي، كفاية إنها تكون دليل صدق حبك للنبي. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت عيون العارفين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لكل العالمين رسول. لما جاء الأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب الصحابة لرسول الله وقالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك. نقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لكن كيف نصلي عليك؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لو عرفت معنى الصلاة على النبي هتحس بيها. لما تقول اللهم صل على محمد، يعني يا رب صله بإحسانك كما أحسن إلينا، صله بحبك كما أحبنا، صله بقربك كما تقرب إلينا. يا رب زده تكريما كما أكرمنا، زده تشريفا كما شرفنا. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر. ومعنى الصلاة من الله على العباد، صلاة الله على العباد رحمة. يعني تصلي على النبي مرة، ربنا يصلي عليك عشر مرات، يعني ينزل عليك عشر رحمات. تصلي على النبي عشر مرات، ربنا ينزل عليك مئة رحمة. تصلي على النبي 100 مرة، ربنا ينزل عليك 1000 رحمة. وهكذا. حد مستغني عن رحمة ربنا؟ لا طبعا. طب ما تصلي على النبي. كان سيدنا أبي بن كعب بعد ورده القرآني وأذكاره كان له دعاء يدعو به لنفسه، فسأل النبي: قلت يا رسول الله،
إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: فقلت الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال أبي: فقلت النصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال أبي: فقلت الثلثين. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال أبي: فقلت أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر الله ذنبك. طب عايز دعائك يقبل؟ صلي على الحبيب. فمن أداب الدعاء أن تبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم الصلاة على رسول الله، ثم تدعو لنفسك، ثم تختم دعائك بالصلاة على النبي. فالله يقبل الصلاتين على النبي، والله حيي كريم ألا يقبل ما بين الصلاتين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. فإذا دعوت الله في أمر يسير أو عصيب، فابدأ دعائك واختتمه بالصلاة على الحبيب. عايز النبي صلى الله عليه وسلم يكون شفيعك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكونه. فمن سأل الله لي الوسيلة وجبت له شفاعتي. إن الله وملائكته يصلون على النبي، نعمل إحنا إيه؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يعني أكثروا من الصلاة عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم حرمنا رؤيته في الدنيا، فلا تحرمنا رؤيته ورفقته وشفاعته في يوم القيامة. طوبى لأهل الصلاة على النبي.